بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، الصف الثالث الابتدائي، مادة الدراسات الاجتماعية، الدرس الثاني من الوحدة الثالثة، الجزء الثالث. أهلا ومرحبا بكم أبنائي الطلاب. عنوان درسنا لهذا اليوم: جهود دولة قطر لمعالجة المشكلات البيئية. والآن هيا معي أبنائي الطلاب نذكر أهداف الدرس. من المتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادراً على 1- أن يذكر الأضرار الناتجة عن تلوث المياه بدقة ووضوح. 2- أن يوضع جهود دولة قطر لمعالجة المشكلات البيئية بشكل سليم. والآن أبنائي الطلاب، ننتقل إلى الهدف الأول، وهو الأضرار الناتجة عن التلوث المياه. تحدثنا أبنائي الطلاب في الدرس الماضي عن المشكلات البيئية وعن التلوث، وقلنا أبنائي الطلاب أن هناك تلوث للمياه وتلوث للهواء. تحدثنا أبنائي الطلاب عن تلوث الهواء والأضرار الناتجة عن تلوث الهواء، وتحدثنا أيضا عن تلوث المياه والأضرار الناتجة عن تلوث المياه. والآن أبنائي الطلاب، في هذا الهدف نتذكر الأضرار الناتجة عن تلوث المياه. لو نظرنا أبنائي الطلاب إلى هذه الصور لوجدنا في الصورة الأولى كثير من الأسماك النافقة الميتة من تلوث المياه، ولو وجدنا في الصورة الثانية مجموعة من الطيور، هذه الطيور نافقة أو ميتة لأنها تتغذى على الأسماك الملوثة. ولو نظرنا إلى الصورة الثالثة لوجدناها لصورة رجل مريض على السرير، وهذا الإضرار الذي لحق بصحة الإنسان نتيجة غذائه من الأسماك الملوثة. إذن أبنائي الطلاب، الأضرار الناتجة عن تلوث المياه، الإضرار بالكائنات البحرية وخاصة الأسماك والقضاء على كثير من أنواعها. 2- الإضرار بالطيور البحرية التي تتغذى على الأسماك الملوثة. 3- الإضرار بصحة الإنسان وغذائه من الأسماك الملوثة. الآن أبنائي الطلاب، هيا معا نجيب على الأسئلة الآتية. السؤال الأول: ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات التالية. 1- ينتج عن تلوث المياه الإضرار بصحة الإنسان. أجب بني الطالب. هيا معا نتأكد من الجواب الصحيح. بالفعل أبنائي الطلاب، الجواب صحيح. السؤال الثاني: أكمل الفراغات التالية مما بين القوسين: تلوث الهواء، تلوث الماء، البحرية. 1- ينتج عن تلوث المياه الإضرار بالكائنات، فراغ. 2- الإضرار بصحة الإنسان وغذائه من الأسماك الملوثة من نتائج. هيا أبنائي الطلاب أجيبوا على السؤال. والآن
هيا معا نتأكد من الجواب الصحيح. ينتج عن تلوث المياه الإضرار بالكائنات البحرية. 2- الإضرار بصحة الإنسان وغذائه من الأسماك الملوثة من نتائج تلوث الماء. والآن أبنائي الطلاب، ننتقل إلى الهدف الثاني، وهو جهود دولة قطر لمعالجة المشكلات البيئية. أبنائي الطلاب، تسعى دولة قطر لمعالجة هذه المشكلات البيئية، فقامت دولة قطر أبنائي الطلاب كما نشاهد في الصور بإنشاء الكثير من الحدائق لزيادة المساحات الخضراء في البلاد. والمساحات الخضراء أبنائي الطلاب لها دور كبير جدا في معالجة المشكلات البيئية، كما أقامت دولة قطر المحميات الطبيعية للمحافظة على الحيوانات والنباتات البرية. إذن أبنائي الطلاب، جهود دولة قطر لمعالجة المشكلات البيئية، إنشاء الكثير من الحدائق لزيادة المساحات الخضراء في البلاد. 2- أقامت دولة قطر المحميات الطبيعية للمحافظة على الحيوانات والنباتات البرية. أبنائي الطلاب، أجيبوا على السؤال الآتي: وضح جهود دولة قطر لمعالجة المشكلات البيئية. والآن أجيب أبنائي الطلاب: هيا معا أبنائي الطلاب نتأكد من الجواب الصحيح. جهود دولة قطر لمعالجة المشكلات البيئية: إنشاء الكثير من الحدائق لزيادة المساحات الخضراء في البلاد. 2- أقامت دولة قطر المحميات الطبيعية للمحافظة على الحيوانات والنباتات البرية. وأنا أطلب من أبناء الطلاب وضع حلول ومقترحات لمعالجة المشكلات البيئية، وجزاكم الله خيرا أبنائي الطلاب على أن نلتقي في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.